السلام عليكم. الا بغيتي تشري البطن وماشي بغيتي تشري اللي في مكان صغير ما تشريش. 135 متر، 3 البيوتة، صالون، يتنعس الحمام ديالو، سيجور، 135 متر، ما نقولكش الثمن، ما تزعطيش. احنا جينا لكم والله انتم والله ما شريتي البطنه هذه، لما درتي حتى حاجه شتي مكنس المنصور مرجان بلاك ايريس ريزانا روزانيل داك كلشي حداك. 135 متر، ثمن جد 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 مغري، 60 مليون، قابله للنقاش. غندير معكم دوره وغادي تشوفوا. حنا دابا في الدخله ديال لابارتمون، شو من هنا هذا ان كولوار ضاوي ضاوي بالمزيان. عندك هنايا مع الدخله ديال الباب كاين التواليت وفيها الدوش غزال امبيكابل. بالجنب ديالها كاين هنا غيكون ان فاسك. لابارتمون راها في دور تشطيب اون كور دو فينيسيون، حنا حتى نحوقو عليها. الوغ هنا لا كويزين، بياض على بياض، روعة جمالية، مازال مركبتش. عاد تكون هنا لا كويزين اون كاستخي موديرن ايكيبي. شوف الالوان كي دايرين يا سيداتي، الابيض والكري مفتوح في الارض في الحجوطه، البيبان السوار ديال الضو ني كلشي واجد. الانستالاسيون ديال الشوفو الكتريك ولا بالغاز، بلاصه لاف فيسيل، كلشي مجهز. الخشب روعه في المكان، كان كاين غالية مجهدة، ديكوراسيون في المستوى. أنا راه مفاجئ في هاد الشي، أنا تفاجأت. حنا في الكولوار كتلقى هاد لاشومبغ، البخومييغ شومبغ، جميلة جدا جدا. شوف الشمس فين داخلة سيداتي، العيالة تيقلبو على الشمس. وما عندكش الفيزافي، ما كاينش الفيزافي، هانت غير الجردة قدامك، غير الجردة وسط مول إسماعيل. هذا راه جردان جميلة جميلة جدا جدا، الحلاوة يا عباد الله. 135 متر، 60 مليون، وقابلة للنقاش. قابلة لماذا؟ للنقاش سيداتي. يعني نعاود نبركو في مول العمارين، نقصلك شي شوية ولو غير 20 درهم، حيت المغاربة معروفين بالشطارة. مزيان مزيان لا نيغوسياسيون. شوف الصالون سيداتي، شوف شوف شحال ديال الطول تبارك الله. شوف غير وجه ديال الخياط غيخولك الجويب. شوف تبارك الله الصالون قداش طول وعرض، جميل. ديكوراسيون بالهبال بالهبال. 135 متر عباد الله، 60 مليون، فين هذا الرخاء هذا؟ فين فين فين؟ شوف الفيزا، الله اكبر عليها، الله اكبر. شوف الصالون، شوف البانو فين تكون التلفازه، خصك التلفازه ديال 70 تما تبارك الله. ماتش ديال الكره هنا بحال راك جالسه في التيران. اللي ما بغاش يشري، اللي بغى يبقى عايش في ديور الكلا ولا في شي بريطما ديال 80 متر ولا 100 متر. شوف 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 تبارك، هذا الحمام بالدوش ديالو، الله فينا الوان زوينه برت راه عاد تتفينا، مازال ما كملتش. هذه لا شومبر بارونتال، لا شومبر بارونتال مازال ما ركبلهاش البلاكار.
مازال مركبش بلاكار ديال الالومنيوم تاهي. شوف التواسع تبارك الله كبيرة وضوية وبيان ديكوري، داكشي زوين مسامبل. لو بلاكا شوف تبارك الله يكون ضارب هاد الحيط كامل، هاد الحمام طوالت لافلا والدوش. هدا حمام غير ديال بيت النعاس فقط فقط سيداتي، خاص بالزوجين. دائما الضوء الويفي و بارابول بريز جودة لي بواني الصح والعمل. الخشب لا غبار عليه لا نقاش، الجودة الجودة الإتقان في العمل، الجودة والإتقان في العمل. هذا البيت رقم 3 غزال مربع بيوت اللي لاحظتو مكاينش شي بيت مشكوطر كاع، مكاينش شي بيت عوج، كلشي مقاد، كلشي مقاد. كتحط الفريش ديالك هدا هو تعديلي ما بين البريز غزال مربع ومستطيل وكبير واسع. انا عندي البراطم بزاف مكناس، ولكن هاد البرطمة تبارك الله ما شاء الله عليها. المساحة ديالها 135 متر، صالون كبير وفيه هاد السيجوخ، يعني راه صالون سيجوخ. داكشي غزال غزال تبارك الله، والثمن 60 مليون قابل للنقاش. في الحقيقة همزة همزة لا تعوض، والبلان ديالها جميل جميل جدا، يعني داكشي منسق منسق تبارك الله. وصلنا لنهاية الفيديو ديالنا، تنتمنوا ديروا جيم ابوني بالنسبة للناس الجداد اللي معنا، مرحبا بهم والله يكثركم، وتفاعلوا معنا عفاكم بلي كومونتير ديالكم ونعرفوا واش حنا غاديين في الطريق الصواب ولا كنزقلوا. والتواصل معنا والاستفسار مرحبا بكم على 0661 24 98 72. وما تزقلوش هاد الهمزة أرجوكم ثم أرجوكم، والسلام عليكم.